نطيح على احد من الجيران تحت، اطفالهم كله يطلعون برا هنا. والله على طول في الراس كذا. في واحد صغير هنا ما راح يسوي شيء اتوقع، بس بيجيب لك صداع. تذكرت الشقة ونزلت نسيت افتح سيارة فوق. المشكلة مو كذا، المشكلة ان زوجتي قاعدة تصلح. ان شاء الله خلص الكهرباء. بطق قبل ما افتح بصور اجواء هنا في التايم لابس. الحمد لله ما تأخرت، خلصت الصلاة. السلام عليكم، اهلا فيكم في فلوق جديد. ضبط السيارة امس في الليل لان ما حركتها لي اكثر من اسبوع وكلها ثلج كانت، عشان اليوم اشغل السيارة واطلع على طول. يمكن ثلاث اشياء بسويها او اربع اشياء اعرفهم بس ما ابي اعدهم، مخي كلش. اول شيء بروحه التامين، بروح التامين صح، نسيت اغراض ما جبتهم، بكنسل شيء علشان ما اروح. اذا خلص من اللاب وفيني شوي طاقة اني اجي اخذ الشيء اللي نسيته عشان بوديه محل، ابى اقول لكم ايش السالفة. طيب كبداية الحين بروح التأمين مرة ثانية، التأمين انا فكرت فيها السيارة ما حرك وادفع لهم تأمين شامل، احس انها خسارة. يعني السيارة الحين لي يمكن شهر ما عبيتها بنزين وهي الان تحت الفول بشوي مثل ما تشوفون. السيارة ما حركها، ومثل ما تشوفون اول كنت اروح بالجامعة، بس الحين قمت ما اروح بهالجامعة الا في الاوقات اللي يكون بس مثل الحين عندي لاب واحد وبرجع، فما بيردق مشوار اخلص وارجع مرة ثانية. خلصت، سويت له دنجريد، غيرته، كان هو فل كفرج وحط معه اشياء انا زيادة. الحين كنسلت خليته العادي، كنت ادفع اول 167 دولار في الشهر، الحين ادفع 60 دولار في الشهر. اعطوني الكالندر للسنه الجديده. الحين بروح معكم محل العسل اللي تذكرون الصيف اللي طاف، رحت انا مع مرتضى. اللي ما شاف الفوق يشوف هذا هو هنا. باقي ساعه طبعا على اللاب حقي. وصلت محل العسل، خلصنا اخذنا العسل، برجع الشقة الحين، برجع العسل بما انه باقي تقريبا 40 دقيقة على الكلاس، وباخذ الاوراق بعد ما اخلص اللاب بروح مكان وبقول لكم القصة شو اللي صاير. خلصت، جبت الجواز والاوراق. طيب الحين باقي 20 دقيقة على اللاب، قبل ما يبدا اللاب بروح المستشفى، لي شهرين وانا كله اقول بروح المستشفى، رحت لحق موعد بنتي ولا رحت لي انا؟ ابي اسوي لي موعد لان عندي مشكلة في انفي، ما اقدر اتنفس من الجهتين، لازم جهة واحدة. فرحت لهم قبل تقريبا 8 او 9 شهور، شيق قال لي ما في شيء، عنده زي السائل بخه بخشمي او اشتغلت نيكم، اعطاني زي البخاخ اخذته من الصيدليه استخدمته ما نفع، قال لي اذا ما نفع تعال لي. طبعا بعد 8 شهور وهو ما نفع من اول ما اخذته، لكن الحين خلاص بروح له. خلصت، سويت الموعد. انا البدايه خليتها يوم 18 لان اخر اختبار عندي راح يكون يوم الجمعه، فخليتها بعدها بثلاث ايام. بعدين رجعت قلت لها لا غيري خلي يوم الجمعه، ويوم 19 بتكون سفرتي للوس انجلوس، ف
ما له داعي اركب الطياره وانا سد خشمي وشي. رايح اللاب الحين باقي 10 دقائق لي، ما راح اصور لكم باللاب، فاشوفكم بعد ما ارجع من اللاب. انس خلصت يعني؟ ها خلصت اللاب الحمد لله، اخر لاب باقي اختبارين بروح الحين هورايزون. اعلمكم السالفه، في نوفمبر فتحت موقع فرايزون قاعد احوس فيني بطلب ايفون، ثقلت السعر الايفون لو بشتري كاش ب 1150 دولار، قلت خليه اخذ كونتراكت. المهم ده فتحت موقع فرايزون ودخلت حطيت الجهاز وحطيت السعر وحطيت المعلومات حقيني، الا جات في الجيم رساله شات من نفس فرايزون قاعد يكلمني موظف يقول لي ايش اللي تبيه ما ادري شنو. قلت له انا عميل مع اي تي ان تي ابي احول رقمي على فرايزون وبطلب الايفون. قال لي خلاص خلك معي في الاجراءات. سويت الاجراءات، وصلت على الاجراءات، وصلت على السوشيال سيكوريتي نمبر. انا ما عندي سوشيال سيكوريتي نمبر. السوشيال سيكوريتي نمبر تقدر تاخذه اذا اشتغلت او انك من ولد في امريكا، يعني تعتبر امريكي تقدر تاخذ السوشيال سيكوريتي. قلت انا ما عندي. قال لي خلاص حط علمني الطريقه. تقريبا حطيت الجواز صار كومبليت للاوردر، وانتظرت اسبوعين جالي الجهاز. طيب جالي الجهاز، خدت الجهاز في شريحه اللي معاه البلان اللي ماخذ الجديد. رحت لحق الفرايزون لان ما عندي اكونت معهم الى الان، قلت لهم انا مع اي تي ان تي ابي احول رقمي معاكم واكنسل الرقم اللي جمع على ايفون واخلي البلان عليه. قال لي اوكي. فتحت المعلومات جلست ضغطت تبحث، قالت لي السوشيال سيكيورتي حقك شنو؟ قلت لها ما عندي سوشيال سيكيورتي، حطيت الجواز. قالت لي وجاك الجهاز؟ قلت لي جا لي جهاز، كنت اتكلم مع الكستمر سيرفيس وعلمني خطوات وجا لي جهاز. قالت لي غريبه. قلت لها والله ما ادري هذا الشيء اللي صار. حاولت جلست معاي تبي تكنسل الرقم، تبي تفتح لي اكاونت معاهم لان ما عندي اوريدي، ما عندي اكاونت، والجهاز الايفون شغال على شبكه اي تي ان تي الحين وانا ماخذه من فرايزون. ف جلست معها تقريبا 3 ساعات، خلصنا تقريبا 80% وخلص دوام حقهم، وقالت لي تعال بكره. جيت لها بكره اللي هو قبل اسبوعين، ما حصل بي، ابي اروح حق الشخص نفسه عشان هو اوريدي عارف المشكله كلها وبادي معي من الصفر. حصلتها ومشيت، قلت بجيهم اليوم اللي بعده، ما جيتهم لين الحين اسبوعين، فبستغل الوقت الحين بروح لهم بشوف ان شاء الله تكون موجوده عشان نخلص الاجراءات كلها، بحول رقمي على فرايزون وكذا سويت اللي علي. اشوفكم بعد ما خلص، ما اتوقع اقدر اصور داخل فرايزون. خلصنا من فرايزون وخلص اليوم، دخلنا موظف نفس اللي هنا ما عندها كل الصلاحيات، فلازم تخش عندها وتكلم شركة فرايزون وتعطيها الأكواد حقتها إن هي موظفة عندهم وتكمل مع الإجراءات. كلمتني الموظفة نفسها، هذا التلفون كلمتها وقالت لي أرسل الجواز حقك والفيزا والسكن حقك وين ساكن وشنو، فأرسلت لهم الدفع. قالت لي انتظر نص ساعة بعدين بيجي لك الاكتيفيشن وكل شيء، تكمل الإجراءات الثانية برضو. قالت لي اللي هنا تبي تنتظر نص ساعة؟ قلت لها لا ما أتوقع انتظر نص ساعة لأنه باقي 3 دقائق على الصلاة، بروح أصلي المغرب بسوي الكوزات وبنتظر، إذا جاني الإيميل جيت لهم، إذا ما جاني الإيميل قالت لي إذا ما جاك الإيميل في نص ساعة انتظر لبكرة. فأتوقع أن 100% بسحب عليهم اليوم بجيهم بكرة. وبكذا خلص الفلوق، راجع الشقة. في نهاية الفلوق لا تنسون الاشتراك في القناة، نشر المقطع وعمل لايك للمقطع وتعليقاتكم تحت تهمني، وإذا عجبكم الفلوق بليز انشروا المقطع في الواتساب في أي مكان عندكم. السلام عليكم.